إذا السلام عليكم، مرحبا جميع الشباب، مرحبا جميع الأصدقاء والمتابعين. فاليوم غادي نحلوا واحد المشكلة ديال يعني عدم ظهور إشارة قناة الرياضية لايف، بحيث أنه عندما نقوم بالدخول إلى الإشارة نجد صفر، بعض الأحيان نجد يعني 60، بعض الأحيان نجد 40، بعض الأحيان يعني نجد 20، بعض الأحيان نجد إشارة متقطعة. يعني هذه المشكلة أحبائي في كل مكان، هو يخص الأطباق الصغيرة، أي أنه إذا كان لديك طبق 75 أو 65 فنسبة كبيرة أنك غادي تكون كتعاني من هذا المشكل. أما إذا كان عندك طبق 90 وطبق مترو ومترو 10 أكيد ما غاديش تعاني من هذا المشكل. بالنسبة لي أنا في هذا القمر وفي هذه القناة كنشد الباقة ديال قنوات تي إن تي بجودة عالية، يعني ب 59%، ولكن الاشكال دابا اللي عندي هو في الرياضيه اش دي لايف. اش دي لايف ما كتشدش ليا في طبق 70 او 75. لذلك الا كنا كنشدو الرياضيه وكنا كنشدو ام بي سي وكنشدو قنوات النيلسات يعني كافه يعني بجوده عاليه، ففي هذه الحاله بقى لي حل واحد غادي نقوم به معكم ونشوفوا النتيجه في اخر الحلقه ان شاء الله. اذا احبابي في كل مكان، هذا هو الطبق المستخدم، يعني طبيعة الحال القطر ديالو بين 60 و 65 يعني سنتيمتر، وهذا هو اللقيط الذي طبيعة الحال كنت أتوفر عليه. أول حل قمت به هو أنني قمت بتحويل يعني مكان اللقيط ومكان تواجد اللقيط، يعني كان في هذه المنطقة المتواجدة باللون الأبيض، قمت بتحويله إلى هذه المنطقة وتحركت طبيعة الحال بضع سنتيمترات يعني هنا، يعني سأقوم مباشرة بقياسها طبيعة الحال كما تشاهدون، يعني تقريبا نص سنتيمتر اللي خليت بين يعني مكان تواجد الفيد هورن وكذلك السيبورت او دعامة اللقيط تقريبا نص سنتيمتر يعني كما هو مبين لكم، ونصف سنتيمتر يعني من دعامة اللقيط الى مكان تواجد اللقيط. في الخطوة الموالية هنالك من يقول او هنالك من يؤكد على ضرورة تدوير اللقيط للجهة اليمنى، وهذا خطأ، لان كما يعلم جميع ان بين درجة ودرجة لا نستطيع تدوير اللقيط، لان هنا لم يتم تدوير الطبق الى اتجاه ابعد من نقطة درجة واحدة، بحيث انه يعني في هذه الحالة تركت اللقيط في نفس وضعية قمر الوسط. والأهم من هذا وهو أنك أخي الكريم وجب أن تكون قد ضبطت هذا الطبق يعني بشكل ثابت على تردد قوي وتردد ضعيف، يعني إذا في حال مثلا كنت تتوفر على باقة قنوات الـ MBC وأيضا يعني باقة القنوات المغربية، ففي هذه الحالة أخي الكريم يمكنك تطبيق ما سنقوم بتطبيقه الآن. أما إذا لم تكن تستقبل إشارة جيدة على القنوات المغربية على هذه الأطباق الصغيرة، فأنصحك أخي الكريم بأن تقوم بإعادة ضبط الطبق على محور الدوران أولا، ثم على محور طبيعة الحال الصعود وخفض الطبق، يعني هذه مسألة ضرورية صديقي الكريم، إذا لم تكن قد ضبطتها من قبل فلا يمكننا طبيعة الحال أن نقوم بتطبيق ما سأريه لكم الآن أحبابي في كل مكان. إذا كنت متأكد عزيزي المتابع من هذه العملية، أنك خطوة أولى قمت بها وهي أني استخدمت هذا اللاقط، لاقط شارب وطبيعة الحال صناعة يابانية، ثمن ديالو تقريبا 35 درهم 40 درهم. استطعت من خلاله أنني نحصل على إشارة قناة الرياضية اتش دي دون أن أفعل أي شيء، يعني حصلت على طبيعة الحال بجودة 30% دون أن أعمل أي شيء، لكن عندما طبيعة الحال قمت باستعادة هذا اللقط لم تظهر لي الإشارة، حتى قمت طبيعة الحال بتحويله إلى هذه الوضعية وقمت بالضغط هنا قليلا، يعني تقوم بالضغط فقط بإصبعك قليلا حبيبي المتابع، حتى اكتشفت أن الإشارة أصبحت قوية. ماذا فعلت الآن؟ قمت طبيعة الحال بالضغط على الطبق بشكل يعني قوي، ليس قوي يعني لكي يعني انديكالي يعني يعني انديكالي طبيعة الحال الطبق أو الدش، قمت طبيعة الحال بالضغط عليه بشكل يعني متوسط حتى يعني اطمأنيت أن الإشارة أصبحت ثابتة، وقمت بنزع هذا الأصبع من هذه المنطقة، وعندما قمت بالنزول إلى الأسفل اكتشفت أن الإشارة أصبحت جيدة بنفس اللاقط الذي كنت أستخدم. هذا طبيعة الحال بالنسبة للأشخاص، وأؤكد على هذه المسألة باش ما يجيش شي واحد من بعد ويقول لي راه طبقت هذا الشيء وما صدقش لي، هذا بالنسبة للأشخاص اللي عندهم طبق ثابت كيستقبل إشارة قنوات المغربية بإشارة متوسطة، أي أنه ما فيهاش يعني التشراك صورة يعني كاليتي مزيانة، وكيستقبل كل قنوات النيلسات بجودة جيدة فقط إشارة قناة الرياضية لايف والأولى اش دي،
هذه طبعا الحال أؤكد على هذه المسألة لأنه أنا متأكد 100% أن هنالك أشخاص سيأتون في التعليق وسيقولون طبقنا كل هذه الخطوات ولكن لم تنجح معنا هذه العملية. أنا أؤكد إذا لم تستقبل إشارة قوية وإشارة ضعيفة، وسأترك لكم تردد الإشارة القوية والإشارة الضعيفة في أسفل الصندوق هذا الوصف، فلن تستطيع طبعا الحال القيام بهذه الخطوة، لأن إشارة الرياضية لايف تكون غير كاملة إذا قمنا باستقبال طبيعة الحال النايل سات كمحور كامل. أما إذا قمنا طبيعة الحال بعمل يعني ديكالاج، يعني لم أقم بفتح أي برغي، يعني أي كرو ما محلي تشكرو، فقط أني وركت هنايا وأنا نستمر في الضغط، يعني ضغطت تقريبا قوية، تحسيت بالطبق بحالة شوية بحالة تنفس، يعني هاد الزون ديال الوسط بحالة يعني ديكالا شوية، أي أن هذه المنطقة أصبحت تعطي الإشارة بشكل جيد بالنسبة للأقمار التي هي بعيدة على النايلسات، أي أن النايلسات 7 واليوتيلسات 8 واليوتيلسات 7.5، يعني بعيد تقريبا بنص درجة أو درجة. قمت بطبيعة الحال بالضغط هنا حتى تم مباشرة تعويض تلك الإشارة الضائعة في الغرب، تم طبعا الحال تحويلها الى اللقط مع الإشارة المتواجدة في نايلسات 8 في نايلسات 7 غرب. اشياء واخرى مهمة اخي اخواني الاكارم، يعني قبل ان انهي هذا الفيديو فيجب ان اشير لكم الى شيء مهم، وهو هذه المداخل، اي ان المداخل التي تكون مع اللقط اي لفيش اف وجب تغييرها احبابي في كل مكان، لان هذه المداخل اذا يعني اصابها الخطأ فتصبح او تجعل الإشارة اضعف مما كانت عليه تقريبا بنسبة 10%، يعني هذا الامر أؤكده لكم يعني قبل الشروع في هذه العملية. تغيير لفيش اف أمر ضروري وإجباري، تأكد من سلامة السلك، فإذا كان السلك طبيعة الحال ذو جودة رديئة فنسبة كبيرة من أنك لن تتمكن من الحصول على إشارة جيدة أو معتدلة أو متوسطة على هذه القناة وهي قناة الرياضية لايف. عدنا إليكم أصدقائي في كل مكان، وإشارة قناة الرياضية يعني لايف اش دي كما تلاحظون اصبحت تتلاعب بين 48 وكذلك يعني تم يعني و50، يعني بالليل تصبح طبيعه الحال تصل الى 60، ولكن بالنهار تتلاعب بين 48 وبين 50. يعني نمر مباشرة إلى باقي القنوات، يعني الرياضية العادية يعني 77% 78%، الأولى اش دي نفس التردد الذي توجد عليه قناة رياضية، هذا طبيعة الحال تردد الخاص بالشركة الوطنية لإذاعة التلفاز كما تلاحظون، إشارة هي 78 بعدما كانت يعني كانت بين 50 و60 و64، يعني أصبحت يعني 78، يعني الحمد لله إشارة أصبحت مستقرة. إذا نمر مباشرة إلى باقي القنوات، يعني ميديا اتش دي 78، الجزيرة نيوز 99%، وللإشارة فقط فقوة الإشارة تختلف من جهاز إلى آخر، فمثلا برمجة هذا الجهاز إذا قلنا مثلا أبو ظبي الرياضية ستعطينا 99%، هنالك أجهزة استقبال ستجد فيها مثلا 100%، هنالك أجهزة قد تجد بها 65%، هنالك أجهزة قد تجد بها 70%، المهم هو الإشارة، يعني أقوى إشارة يمكنك طبيعة الحال أن تستقبلها في تردد الباقة المغربية، يعني يجب عليك أن تستقبل أقوى إشارة في تردد الباقة المغربية، يعني أنا يا أقوى تردد اكتشفت هو 78%، يعني حصلت عليه طبعا الحال في طبق 74 60 65 74. وبالنسبة للإشارة القوية اعتمدت من خلال طبيعة الحال على تردد اللي كتواجد عليه القناة الثانية، يعني التردد اللي كتواجد عليه القناة الثانية اللي هو الأصلي، يعني اللي كتواجد عليه طبيعة الحال عفوا ليس القناة الثانية بل قناة سأبحث لكم عن اسمها تيليماروك، نعم أنا اعتمدت على تردد قناة تيليماروك كتردد قوي، وتردد طبيعة الحال القنوات المغربية كتردد ضعيف. وكما قلت لكم إذا لم تستطع استقبال تردد القنوات المغربية بأقوى تردد فلا يمكنك طبيعة الحال أن تحصل على إشارة قناة الرياضية لايف، لأن طبيعة الحال تردد الإذاعة والتلفاز المغربية هو الذي يؤكد لك بالملموس أنه يمكنك أن تحصل على تردد الخاص أو على قوة في إشارة قناة الرياضية HD لايف. هذا بالنسبة للترددات أو للأطباق الصغيرة
الصغيرة أو الأطباق التي طبيعة الحال تتوفر على لواقط ضعيفة أو يعني أكل عليها الدار يعني كما يقال. أتمنى صديقنا أن أكون قد وفقت في هذا الشرح، والذي طبيعة الحال طلبه مني العديد من الأشخاص، واكتشفته كمشكلة من العديد من الزبناء الذين طبيعة الحال أتعامل معهم يعني في الحياة اليومية. لذلك قررت أن أشارككم هذا الحل، وكذلك الحرفيين أشارككم هذا الحل لكي تقومون طبعا بالعمل به مع زبنائكم كذلك. هذا أخوكم سعد يحييكم، إلى اللقاء.